كان عندهم كبسه امبارح على تجار سلاح. رفاعي استشهد وزلاتي اتصاب. قال الله في رفاعي. قالوا لي انه كان صاحبك وحبيبك قوي. ده كان اكتر من اخويا. صدفه ان رفاعي هو الوحيد اللي يموت من الرجاله في الحمله دي، وان زناتي يبقى موجود برضه صدفه. احنا نزلنا مأموريه وتحركنا زي ما طارق بيه حاطط الخطه بالظبط. دخلنا زوقه ضلمه كده ومشينا جنب الحيط، بعدها طلع في الضلمه كده عيل من عيال المعلم ابو سنه وضرب رفاعي بالنار. ولما هو بريء ومظلوم هرب ليه؟ اولا سليم مش مجرم، ثانيا مش معنى ان انت مش بتحبي انك تصدقي عنه اي حاجه تتقال. انا وصلني نص مليون جنيه، فاضل لي نص، واظن كده ما فاضلش حاجه. رفاعي وتايسون الله يرحمه وسليم هربان ومتورط في القضيه وما عندوش خرم ابره، يبقى كده ما فاضلش غير احنا الاربعه. هدي نفسك يا بيبه، خلاص هي كده كده باظت. انا حاسس ان انا بجري ورا شياطين، كل ما امسك خيط يقطعوه يقفوا يتفرجوا عليا ويضحكوا. انا اللي عندي خلص كده، فاضل اللي عندكم. انا مؤاخذه، هات الموبايل اللي عليه الفيديو وخد بيد حسابك وانفضها سيره. الموبايل ده هيفضل في حضني لحد ما اقابل وجه كريم. ده الضمانه الوحيده ان سعادتك الشيطان ما يلعبش في دماغك وتسلمني وتقول اخلص منه من قرف. زلاتي هو اللي قتل رفاعي. مش انت بتقوله انهم اصحاب الروح بالروح؟ زلاتي ملوش صاحب، ده عيل وسخ. مش بعيد كمان هو اللي كان قتل تايسون، حتى لو مش هو اللي قتله اكيد سلم له تجار السلاح اللي كانوا رايحين يجيبوه. وحياه امي ما هسيبه. انا متاكد انك بتتصل بيه، يعني عارفه مكانه. انا عاوزك توصل لي له رساله تقولي له ان احنا لقينا بعض الخيوط ممكن تؤدي للبراءه ولو جزئيا. اقنعيه بانه يجي ويسلم نفسه، وقولي له ان هقف جنبه واحط ايدي في ايده لحد ما اثبت براءته. مشكلتك يا ابراهيم انت فاهم غلط. انا زيك بالظبط وعندي مشاكل كتير، وامي واختي اللي في البيت دول يعلم دلوقتي عاملين ايه من غيري. اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده يا سياده اللواء. اتاخرت ليه؟ الفجر ده نومي قربت تصحى. وانا من اهل زكاه امك عشان نضرب على العدويه. بقول لك ايه، ما تفكك من امك وخلينا فيك انت، وتيجي نظبط في السريع في العربيه. انا راكن قريب. عليا نعمه انت ما عندك دم. احنا في ايه ولا في ايه يا بنت؟ وحشتيني. بذمتك ما وحشتكيش. ابعد عني يا مصطفى. انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا ولا طايقاك ولا طايقه البلد كلها. هندي فين يا هالة؟ معرفش يا ماما، معرفش. طب راحت فين؟ قامت راحت فين؟ شوفيها بره، شوفيها بره. هند يا هند، هند هتكون راحت فين دي وش الفجر؟ يعني مش عارفه اتصرف ازاي. هو انا حملت لوحدي؟ قلت لك من اول 100 مره خلي بالك وحرصي. عامل لك انا ايه دلوقتي؟ وانا كنت هفهم منين في الحاجات دي؟ ولا انت فاكرني واحده من الشارع؟ بقول لك ايه، ما تفوقك من جو الافلام العربي اللي عشالي فيه ده وعمالي فيها دور فاتن حمام. لا وحيه امك، ده انا صحت الجد اعملك فيها نبيل عبيد وعملك في المراه والسطور، انت فاهم؟ يا بنت اهبطي، بقول لك بدور على دكتور يخلصنا من البلوه دي، بس الحوار هياخد لي يومين. والله العظيم انا غلطانه، انا قطعتك من الاول. ايوه اعملي فيها ندمانه دلوقتي، ما شفتش يعني الوش ده لما كنا سوا؟ مش فخر دلع وانبساط ولا نسيتي؟ ما تيجي بس وانا فكرت. بس يا مصطفى جتك القرف. انا لازم ارجع، هما يومين بالعدد يا مصطفى، وقسما بالله العلي العظيم لو ما اتصرفت في المصيبه اللي احنا فيها دي لا هتشوف مني وش تاني خالص. سلام يا هند. اقعدي اقعدي، مش عارف اتصرف. بالراحه كده احكي لي ايه اللي حصل. انت سمعت؟ سمعت. احكي ما تخافيش. ساتر يا رب. مين؟ افتح يا سليم بيه، انا حنان. اهلا يا ست حنان، خير؟ سليم بيه فين؟ مش عارف والله، اصل انا كنت لسه هنام. البت هند مش لاقيها في البيت كله، ما اعرفش راحت فين.
هتروح فين يعني؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ مش عوايدة تخرج في معاد زي ده، احنا بعد نص الليل، احنا في الأرياف. طب ندور عليها. ندور عليها فين؟ ما عملتش كده قبل كده، أول مرة تعمل كده. تعال ندور عليها، مش عوايد يعني سليم بيه يخرج في معاد زي ده. تعال. ومن ساعة ما عرف إن أنا حامل وأنا حاسة إن هو بيزوغ مني. طبعا لازم يزوغ. طب الورق العرفي دي فين؟ معاه؟ نهارك اسود، انتي مفيش دماغ، ما بتفكريش؟ وانا خفت حد يشوفها، وبعدين انا امي بتقعد تفتش في حاجتي وبتقعد تنقف في البيت يمين وشمال. فالحة يا اختي، فالحة. سليم انا لازم اتصرف في المصيبة اللي انا فيها دي. النبي. ما تخافيش. انا هتصرف، ما تخافيش. انا شايف يعني ان احنا لازم نقول لامك. نقول لها ايه؟ دي مصيبه، دي لو عرفت هتموتني. ايه يا بنت اللي انت مخبياه ومش عايزاني اعرف؟ لا يابا عايش انت، انا مهدود وعايز اروح انام. ايه نسوان وقعت عليهم منين دول يا ابن الحرام يا ابن اللعيبه؟ لا ده انا كده الف واجيلك. مين ده يا ابن اللي مهدود؟ اديني جايلك وهتشوف بنفسك. سلام. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا ريتك تموت واخلص مني. هموت في ايدك يا ماما، يا ريتك تموت واخلص مني يا ماما. خلاص يا كريم، يا كريم عليك يا كريم. هي دي المكافأة، هي دي المكافأة. اقول ايه لابوكي؟ اقول ايه لابوكي لو جاي؟ سبع سبع يا باشا. خلاص بقى وحيد اللي مش كده بقى. اقول ايه لابوك؟ سبع دي خليها تفضفض وتطفي النار اللي جواها يا كلبه. اهو تعالى بنات في العاد مش عاوز عليهم. ها كنت نايم انا ولا كنت فين؟ انا كنت فين لما انت اتجوزتي؟ انا كنت فين؟ وليه؟ سامعني بقى كنت فين؟ خلاص بقى متكفيني يا بابا والله. اخرسي اخرسي، ما اسمعش صوتك. اخرسي يا كلبه. ضيعت سنين عمري عليك، ضيعت شبابي كله عليك. دي المكافاه، دي المكافاه والله العظيم. يا ريتني اسمع خبر ابوك يطلع ميت واخد عزاه بدل ما يجي يحاسبني عليك. يا سليم فوق. مش بقى وحيد الا بقى. والله يا ماما كنا متجوزين. عرفي عرفي متجوزه؟ عرفي انت مصدقه نفسك انك متجوزه يا بت؟ يا بت انت قاصر يا بت. انت ليه جوزك يتجوز نفسك شرعي لما تجوزي نفسك عرفي؟ انت قاصر يا بت، يعني انت تتجوزي ومعاكي ولي امر؟ الورقه دي بلا وتشربي ميتها. خلاص بقى دخل عليكي وحبلك بورقه بليها وشربي ميتها. خلاص يا ماما خلاص خلاص، خلصت روحك. خلاص يا حنان خلاص بقى. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق يلا. وين ده خلاص؟ اطلعي فوق. سيبني عايزه اقطعها. خلاص بقى انا عايزه البندقيه موتها. اقعدي يا حنان اقعدي واهدي بقى. اه اقعدي عشان نعرف نتصرف مش كده؟ اه ده انا ما استخسرتش حاجه فيهم، انا كل حاجه عملتها لهم. انا كنت بستخسر في نفسي اللقمه الهدمه الضحكه عشان اربيهم. دي المكافاه؟ دي كنت انا فين؟ كنت انا فين لما هي كانت بتخرج من صاص الليالي وتقابله وتحبه وتتجوزه وتحبل منه؟ انا كنت فين؟ كنت نايمه على وداني؟ كنت فين؟ اه هنا. اه محدش حاسس بالنار اللي قايده جوايا. لا حول ولا قوه الا بالله. حاسس بيك يا ست حنان. يا حنان كلنا حاسين بيكي. ولو انتوا عندكم بنات انا كمان عندي اخت وحيده وبخاف عليها. بس مش كده، في طريقه عشان نحل بيها الدنيا. يتحل ازاي يا سليم بيه؟ ده يا ريتها معاها ورقه الجواز العرف. حتى الورقة دي مش معاه. عايزة اموتها، عايزة اضربها بالنار. آه. صلي على النبي بقى. ابراهيم هات لي حاجة تشربها كده عشان تقدر نعرف نتكلم. الغلط وقع يا سليم بيه. يا ستي كله هيتحل، كل مشكلة وليها حل إن شاء الله، اهدي أنت بس. طب فهمينا إيه اللي حصل بدل ما أنت عمالة تعيطي كده؟ طب طب خلاص، خلاص اهدي طيب. هي امك اللي ضربتك كده يا هند؟ طب خلاص طيب، خلاص بقى اهدي، بطلي عياط، خلاص بقى عشان ما تعيطش انا كمان. بس بس بقى.
الفكره بقى يا مهند مش عاجبني طريقتك دي. البنت غلطت اه بس ما غلطتش لوحدها، فمش هينفع تدفع الثمن لوحدها. زي ما الواد جرها للغلط احنا كمان هنجره ونجيبه هنا ويكتب عليها. ازاي يا سليم بي؟ اتجوزها. اتجوزها؟ اه اتجوزها وشرعي ومأذون قدام الناس كلها كمان. الواد اللي غلط معاها ده اسمه مصطفى بن انور الخولي، ابوه اغنى واحد في البلد، نص البلد دي ملكه. لو ابن رئيس الجمهورية مش الواد غلط يجي يصلح غلطته؟ ومين اللي هيجبره؟ ابوه. مش انت بتقولي ابوه كبير البلد؟ نروح نتكلم معاه. والله انت طيب قوي يا سليم بيه، وابن ناس قوي ومتربي قوي. انور الخولي ده راجل ظالم ومفتري ومتكبر، هيرضى يجوز ابنه لبنت بيعت اللبن؟ هو بيقول عليا كده ان انا بيعت لبن. خلاص لو الذوق مش نافع معاه نجيبه بالعافيه ونخليه يكتب عليها. ازاي بس يا سليم بيه؟ هو احنا في ايدينا حاجه؟ اه يبقى في ايدينا حاجه ان شاء الله، بس لازم نهدى. نهدى كده عشان نفكر هنعمل ايه. صلى على النبي كله هيتحل ان شاء الله. اهدى. ايه يما هتقتليني ولا ايه؟ يا ريتني كنت اقدر، يا ريتني كنت اعرف، ما كانش ده يبقى حالي. هونت عليكي، هونت عليكي يا هند، هونت عليكي تعملي فيا كده. والله العظيم يا ماما كان حرام عليكي. انا تعبت قوي، تعبت قوي لغايه ما كبرتكوا. حقك عليا، انا استاهل الدم. النبي يا ماما تزعلي مني، انا هموت روحي واريحكم من قرفي خالص. بعد الشر عليك. احنا ولايه وغلابه وربنا عالم بحالي، محلوله من عنده، هو هيتصرف. تفتكر ايه ما نعرف نقضي بالعربيه دي حاجه؟ ايوه يا بيه موال، إذا كانت صاحبتها الست حنان بتقضي بيها، إحنا مش هنعرف نقضي. يا عم أنا قصدي على الجاز، تفتكر فيها جاز يودينا ويرجعنا ولا لأ؟ والله يا بيه أنا ما بعرفش في العربيات ولا عمري ركبت عربيات، ما أعرفش بقى بيحطوا لها جاز ولا بنزين، يبقى شوفها أنت. ربنا يسترها. طب أقول لك يا إبراهيم. إيه بيه؟ أنت هتعرف تعمل اللي قلت لك عليه مش كده؟ أمال يا بيه؟ ده شرف، وأنا عندي ولاية وبنات. أنا أي نعم ماليش في الضرب والحاجات دي، بس ساعة الجد إحنا جدعان قوي يعني، ما يهمكش. ماشي. ربنا يستر. طب يلا عشان نتكل على الله بالليل. يا شبيه. ها؟ خدت الفلوس؟ حروا نار في جتتك. ندي ما ندمهاش يا ابو الحاج. احنا لازم يا جماعه بقى نحتفل بالليله ديت. والمفروض ان انت اللي هتعزمنا على سهره حلوه، ولا نجيب كفته وكباب زي ما زناتي قال؟ لو انا لسه هدفع تاني، كفايه اللي دفعته. جرى يا ابو الحاج. وانت مش كبيرنا ولا ايه؟ عموما لو مش مسامح انا عازمكم. لا انا ماشي. ماشي فين؟ انت لازم تقعد وتاكل من لحم زناتي. ليه كده بس؟ كفالة الشر، ربنا ما يجيب اليوم اللي ناكل فيه من لحم بعض. انا مش فاضي للكلام ده، وبعدين انت مش قلت قبل كده مش مفروض ان حد يشوفنا مع بعض؟ عندك حق في دي. خلاص احنا هنجيب الكباب والكفته هنا، وزناتي برضه اللي هيحاسب. لا انا ماشي. راح فين يا حماد؟ ما تقعد يا اخي، كلها خمس دقايق ونمشي كلنا. لا اقعد يا حماد بيه، في موضوع هنتكلم فيه وليك فيه دور مهم. موضوع ايه تاني؟ واحنا مش خلصنا خلاص؟ لا لسه ما خلصناش. شوفوا يا جماعه، احنا من يوم ما ربنا حطينا في كفه واحده في المشكله ديت واحنا بقينا ايد واحده، وده اللي خلانا بنخاف على بعض ونعدي من كل المشاكل اللي قابلتنا ونوصل للنقطه اللي احنا فيها. بس لسه مشكله صغيره قوي وحلها في ايدك يا حماد بيه. في ايدي انا؟ مشكله؟ مشكلتي ايه؟ صلاح الطوخي. مش ده الظابط بتاع التفتيش اللي في الداخليه؟ اه. الراجل ده بصراحه ربنا رزل.
الله ينور عليك. رزالته دي بقى هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، لان الراجل ده فيما يبدو ان عنده بعض الخيوط ماشي وراها، ولذلك راح اتكلم معاك في مكتبك واتكلم مع المرحوم رفاعي واخرها زرزناتي في المستشفى. انا مش عاوزكم تقلقوا، احنا محدش هيقدر يهوب ناحيتنا، بس بيقولوا برضو ان العار اللي ما بيصيبش يدوش، واحنا لازم نخلص من الموضوع ده خالص. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. جري يا سيادة النايب، ده انت عضو البرلمان، يعني صوت الشعب. بطل كون يا نشأت، عاوز ايه؟ قول كمل. عاوزين صلاح الطوخي يبعد عن القضية دي خالص. طب دي نعملها ازاي يعني؟ تنقله، تطلعه معاش، اي حاجة. والنبي، حد كان قالك علي ان انا وزير الداخلية ولا ايه؟ لا، بس انت بمقام 50 وزير وما كنتش قادر تعملها، ميل على حد من زمايلك في المجلس وهو يخلصها لك. يا جماعة، صلاح الطوخي لو انتهى من القضية دي نقدر نقول مبروك ويبقى الموضوع ده خلص خالص. قلتوا ايه؟ يبقى لازم يبعد عن حماد. الو، ايه يا حودة؟ طمني، ايه الاخبار؟ انا حماد. فاكرني البلطجي اللي بتأجره على ظباط الداخلية كل مرة واحد؟ لا عفوا يا باشا، معقولة برضو يكون وصلك القصد ده؟ لا طبعا، أنا كل اللي أنا أقصده إن سعادتك يعني بعشم تقف جنبي لحد ما المصيبة اللي أنا فيها دي تنزاح. صلاح الطوخي إيه اللي عايزنا أخلصك منه؟ صلاح الطوخي ده عميد في التفتيش، أبوه ليه على المعاش؟ ما تفوق كده وتصحى يا حماد. صراحة الراجل ده عامل لي مشاكل كتير قوي، وانا اوعد سعادتك ده هيبقى اخر طلب هطلبه منك. حل مشاكلك بعد عني يا حماد، انا عملت لك اللي فيه الكفاية، والاخر مرة انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تطلط فيه لطة تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. وانسى موضوع سليم الانصاري ده خالص. تفتكر يا سيادة اللواء سليم هيحاكم عقله ويخرج نفسه ويخرجني من الموضوع المقرف اللي احنا فيه ده؟ الله هيفضل راكب دماغه ويعكنا اكتر ما احنا معكوكين. انت مالي ايدك من اللي انت بتعمله ده يا سليم بيه؟ يا راي ابراهيم، ما تبقاش خواف، بعدين كل ده مش واثق فيه ولا ايه؟ اوجهه. طب راجع نفسك، لا يطلع مش هو. لا هو، الطريق ده مش بيودي غير لبيت ابوه. قلتلك هو. ايه يا حمار اللي بتعمله ده؟ حد يطلع كده، انت ماشي في الصحراء؟ ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ قوم يا علا. قوم يا علا. قوم يا علا. قوم خط معانا قدام. خش يا اخلص يا انت مصيب. خش يا جوه يا خش جوه. اخلص يا علا، انت بقك ده نزل رجلك يا علا. اكتم خالص، اكتم عليك، اكتم. ترميون الزبون اهو، روح هات المأذون والشهود. يلا يلا. ولا انت ليك كلام تاني يا واد؟ وماله حماد؟ مفيش مشكلة. ايه يعني الراجل بتاعك طلع ندل وملص منك؟ نشوف لها حل تاني، مش هنغلب يعني. مش قصة ندالة يا حاج، الفكرة ان الموضوع عمال يوسع ويلغوص قوي مننا، وفي النهاية يعني هو ملوش علاقة بالموضوع ده، هو مش عاوز يعك نفسه. خلاص يا حماد، ما احنا قلنا مش هنغلب. بقى اسمه صلاح الطوخي ده احنا نعرف نتصرف معاه كويس قوي، ولا انت ليك راي تاني؟ بصراحه بقى انا تعبت،
انا مش عارف هنفوق امتى من الكابوس اللي احنا فيه ده. هانت اخويا هانت ما تقلقش. فاكر احمد اول مره عرفنا بعض كانت امتى؟ تلاقيك نسيت. دي حاجه برضو تتنسي يا حاج، دي عشره وايام وعيش وملح ما بيننا. يا شوف عدى قد ايه يا اخي، يجي 30 سنه وكانهم امبارح. كنت انت لسه عيل صغير كده بتجري ورا المرشحين بتوع مجلس الشعب وتعمل لهم شويه الانباء كبتوعك دول وتسخن لهم الصواوين اللي بيعملوها. ساعتها انا بقى كنت لسه ببتدي في تجاره العربيات مع ابويا. انا مش فاهم ايه لازمته الكلام ده دلوقتي. في يوم انا فاكره كويس قوي، كنت خارج من المعرض بالليل زي دلوقتي كده، ولقيت عيلين بيجروا وراك بيجروا وراك عشان ظبطوك وانت مخنصر فلوس كان مديها لك المرشح بتاع مجلس الشعب عشان توزعها على الناس في الصور. فاكر؟ ولولا اني اتدخلت كانوا عدموك العافيه. ومن ساعتها بقى واحنا بقينا اصحاب، وانا واقف في ظهرك بصرف على انتخاباتك وبخبي فلوسك الشمال في وسط فلوسي وبشغلها لك. ومش بس كده، لا ده حتى الواد ابنك شادي لما لقيته خايب ومش نافع في اي حاجه خليته شارك تمارينني في الكافيه اللي انا فتحته له. ايه لازمه الكلام الكتير ده؟ انت ليه بتقلف في القديم؟ لا ده مش قديم يا حماد، لو حسبته كلام قديم تبقى غلطان. دي حدوته امبارح والنهارده وبكره. من ساعتها واحنا اتكتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده، نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. الكلام ده زي ما تقول كده قدر، قدر واتكتب علينا. لا انت تقدر تسيبني ولا انا اقدر اسيبك، مش عشان احنا اصحاب وحبايب، لا عشان كل واحد فينا ايده جوه مصارين التاني، ولو حد وقع بينا ولا لا سمح الله نجح في انه يضرب بينا وبين بعض اسفين هيبقى حكم علينا بالفضيحه احنا الاثنين يا حماد. فاهمني؟ احنا الاثنين. مين وكيل العروسه؟ انا مولانا. هات البطاقه. هات بطاقتك يا عريس. يلا مصطفى ادي الشيخ بطاقتك. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هات ايدك يا استاذ. وانت كمان قول ورايا يا استاذ ابراهيم اني استخرت الله زواج مبارك ان شاء الله. حل مشاكلك بعد عني يا حماد، انا عملت لك اللي في الكفايه. والاخر مره انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تتلط فيه لطه تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. واحنا كتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده، نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. ادخل. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مش عندك مدرسه الصبح؟ ما انا كنت انام دلوقتي. طب خلاص ما حبكتش يعني دلوقتي. سيبوني مع اختكم شويه معلش يا هاله. يلا. طبعا كان عندي كلمتين لازم تسمعيهم، بس ما كانش ينفع اسمعهم لك قبل ما نحل المشكله دي.
تعرفي كويس انت غلطتي. غلطتي في حق كل الناس. غلطتي في حقك لما عملتي كده ورخصتي نفسك. غلطتي في حق اخواتك البنات دول. وانت عارفه كويس انهم مستقبلهم كان ممكن يضيع بسبب حاجه زي دي. وامك. امك الغلبانه الشقيانه اللي ضيعت عمرها كلها عشانك وعشان تربيكوا كويس. وفي الاخر رحت عملت فيها كده. قلت في حق الواد اللي جاي ده اللي لسه ما شافش الدنيا. ذنبه يطلع يشوف ابوه واحد زي ده. انت عارف انا ساعدتك ليه صح؟ ساعدتك عشان كلكم ما تدفعوش ثمن بوظان عيل زي ده. اهله ما عرفوش يربوه. كان هضيعكم كلكم. معلش ربك سترها. مبروك. خيبتك القوية وجاي تقول لي دلوقتي؟ انت كنت عايز نعمل ايه؟ ما انا اتخذت على اخواني. اخص يا رجالة اخص. هزقتني وهزقت نفسك وهزقت اسم العيلة اللي الناس بتترعب لما بتيجي سيرتها. تفوق عليك وعلى الرجالة اللي زيك. ما كفاية بقى. اللي حصل ده لازم له رد عشان الناس كلها تعرف مين هو انور الخولي. والليلة قبل النهار ما يطلع. بس انت طلعت وحش يا ابراهيم. مع اني انا ما يبانش عليك. والله يا بي انا نفسي مستغرب من اللي انا عملته ده. انا طول عمري راجل في حالي، لا ليا في اللبش ولا المشاكل. بس زي ما تقول كده يا سليم بيه، في مواقف في الدنيا تخلي الواحد يطلع منه حاجات ما كانش يعرفها عن نفسه. عندك حق. مع ان انا وانت شفنا بلاوي كتير مع بعض، بس عمري ما شفت منك الشغل ده. والله يا بي انا من ساعه ما رجلي عتبت البيت ده وانا حسيت ان ده بيتي، وان اللي فيه دول اهلي بالظبط. البت هندي دي في سن نور اختي، وحتى مدام حنان امهم طيبه وغلبانه وعلى نياتها زي مراتي. حتى البنتين الصغيرين رؤية وملك في نفس سن بناتها. بيني وبينك يا بيه، انا اول يعني ما سمعت الموضوع ده الدم فار في دماغي وكنت هتجنن. بس لما لقيتك بتتصرف باتزان كده وحكمه قلت هو ده الصح، لازم امشي وراك واسمع كلامك. غريبه. انت عارف يا ابراهيم ان انا حسيت نفس الاحساس ده. يمكن عشان سن سلمى قريب من سن هند. طول الوقت كنت خايف من الكابوس ده يحصل لها وتقع زي دي. عشان كده دايما كنت بخاف عليها، بقرب منها وبخليها تحكي لي كل حاجه. بس بالحب عمره ما كان بالعافيه ابدا. ربنا يخليك يا بيه ويخليها لك. وحشتني البت دي يا ابراهيم. انا مش بنام دلوقتي، انت صاحي ليه؟ يا سلام. طب اديك اطمنت عليا. روح نام بقى، ولا عشان اتفصلت من الشغل هتبلطك بقى وتصحى الظهر. حسام انا مش قصدي والله، انا اوقات بيطلع مني كلام كده زي الدبش، بس صدقني بجد والله مش قصدي. انا اسف. وانا يا بي ظروفي زي ظروفك بالظبط. ابويا الله يرحمه مات وساب لي 3 بنات، جوزت 2 منهم وما فاضليش الا نوره عايشه معايا انا والعيال. عايشه معاك؟ طب ومراتك مش عامله لك مشكله بسبب الموضوع ده؟ سميحه دي طيبه قوي يا بيه، وبنت حلال واصيله. دي بتحب نور اكتر مني. ده هي بالنسبه لنور امها واختها وكل حاجه ليها في الدنيا. ربنا كرمنا وجالها عريس. قلت كويس قوي، يلا بقى جوز الثالثه واخلص. هو صحيح ظروفه على قده، بس لقيته قد راجل وقد المسؤوليه، وتطمن انك تسيب اختك معاه. قلت خلاص يلا جهزها له وكله برزق. ربنا يقدرك ويخليك ليهم يا ابراهيم. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مش دي شقه استاذ ابراهيم السني؟ اه يا اخويا. هي في ايه؟ ماله ابراهيم؟ هي ترى اخت نوره موجوده؟ برافو.
ايوه انا نور. انا زميل اشرف في الجيش. لا مؤاخذه يعني اني جيت في ميعاد زي ده. بس اصله كان موصينا اديكوا الجواب ده. واشرف كويس؟ هو احنا كنا واقفين في الكمين. دخلت علينا عربيه مفخخه. وهو رمى نفسه عليها عشان يحاول يمنعها توصل لينا. اشرف تعيش انت يا استاذ. اشرف! أشرف يا سلام عليه، ده حتة ولد في منتهى الرجولة والأخلاق. زي ما بيقولوا كده الواد ده ما جابتوش ولادة. تصدق إنه لسه طالب في الجامعة؟ وأنت اللي خليك توقف على واحد في الجامعة لسه؟ ما هو أصله مش صغير، ده الواد ده ليه قصة والله، ده غلبان ومكافح زينا. الواد ده أصلاً مؤهلاته متوسطة وبيشتغل عشان يصرف على أهله وإخواته. وهو بيشتغل ذاكر وجاب مجموع كبير يدخله الجامعة عادي زيه زي أي حد. فدخل الجامعة يا دوبك سنتين والتالتة جدره في الجيش. فراح سايب الجامعة وراح على الجيش. قلت له ولا يهمك يا أشرف، خلص جيشك وهي سنة فضلالك في الجامعة، أكون أنا وضبت نفسي وجهزت حالي وأجوزكم وتتكلوا على الله. ده واد جدع، البلد لسه فيها شباب زي الفل أهي. الواد لازم تعرفنا عليه أول ما نطلع من المصيبة اللي إحنا فيها. تفتكر بيها نطلع من المصيبة دي؟ متهيأليش يا إبراهيم. الله يطمنك. هنطلع. كل قعد إن شاء الله. يلا نام. أنت مش هتنام ولا إيه يا بيه؟ إحنا قاعدين، عامل لك شاي طيب ولا حاجة؟ نام عشان بكرة عايزك في حاجة مهمة. حبيبتي نور، معنى انك بتقري الجواب ده اني قابلت وجه كريم. صدقيني يا نور انا مش خايف من الموت ولا زعلان منه، انا بس حاسس في نفسي اني ملحقتش اتجوزك وهنيكي وعوضك على اللي شفتيه في دنيتك. حقك عليا يا غاليه عشان خليتهم يبلغوك الخبر قبل اي حد حتى اهلي. بس اعمل ايه، ملقتش اقرب ليا منك احطه في خانه اقرب المقربين. عشان خاطر يا نور، عشان خاطر ربنا ما تزعليش، انا ان شاء الله ابقى في مكان احسن من الدنيا وقرفها. سلميلي على ابله سميحه والعيال وعم ابراهيم. ربنا يفك كربه يا رب. ما تقلقيش انا هبقى في الجنه وهدعي له ربنا يرجعه لكم بالسلامه. ربنا حنين قوي يا نوره، حنين ومش هيرضى يحرمك مني ومنه نوبه واحده. خلي بالك من نفسك يا غالي وبيفتكرين. سلام. شفت يا حمار، مش قلت لك ان ربنا بيسبب الاسباب؟ هو الواد اللي كان خاطف قلب البيت ساب لها الدنيا كلها وخلع. ادي يا معلم، ولا كانت على البال ولا على الخاطر. جات لنا ايه؟ متقشرة. متقشرة يا زلطة. بص بقى يا زلطة، الدنيا دي بتمشي للي عايزها يا قفل. نورة دي بقى من سكة كلمتين باردين ومعاكسة في الرايحة والجاية. لا دي بنت متربية وفابريكا، بلاش في الشمال، مفتاحها عند المأذون يا قفل. مأذون مرة واحدة يا معلم، افهم يا حمار. النسوان دي نوعين، نوع شمال ونوع يمين. الشمال دي ليها بدل المفتاح 10، تمام، واليمين دي بقى مسجرة، مفتاحها عند مين؟ عند مين؟ عند المأذون. ايوه كنت لسه. طب بقول لك يا معلم بقى، والنبي عايزين نفرح بقى وندخل الفرحة القهوة. عايزين بقى نستغل مجيتك ونروح نطلب ايدين البيت ونفرح بقى كلنا. هنفرح وهنروح، بس احنا مستنيين اليومين دول بتوع العزا لما يعدي صاحب واجب يا معلم. وهنطلبها بس مش ليك. امال لمين يا معلم؟ لمعلمك يا ولا هي تغلى عليا؟ لا يا معلم، بس انت عارف ان انا عيني من البنت نور، وانا مزاجي منها من زمان وعايز اتجوزها ولسه شباب وليا بدل الواحدة 10. ليه انت شايفها يا معلم؟ اللي انا شايفه يعني ايه؟ قاعد بقول لك قدامك طبق فاكهة حلو على الترابيزة ونفسك فيه ومعلمك نفسه فيه، تمد ايدك عليه؟ ولا انت شفت اللي حصل لأشرف الله يرحمه؟ اللي بياخد حاجة من المعلم بيحصل له ايه؟ ولا ايه؟
على وضعك يا معلم. أمن الباب. أمن الباب من إيه؟ وفي إيه يا بيه؟ بسرعة.